الأول. ننتقل لمحمد السعرتي من مصر. يعني سنتحدث بفارق فني. نعم نعم. لأن الفارق الفني وأنت صاحبة خبرة كحكم دولي، سنتحدث عن ذلك وقت مناسب. لكن الآن عبد المجيد، القفزة الأولى لمحمد السعرتي. القفزة الأولى موفقة، وهي من المجموعة الخامسة، واللي هي تسمى يورتشنكو، بلفتين على المحور الطولي. ما فيش غلطات يعني كثيرة تذكر، راح يكون النقطة تاعو عالية فوق 15. نعم. إذا محمد السحرتي البطل الذي قاد مصر لذهبية الفرق، والبطل الذي فاز بذهبية الفرد العام، والبطل الذي فاز بذهبية حصان الحلق، يريد الذهبية الثلاثة. هذه هي البطلة القطرية شادن وهدان، متصدرة عارضة التوازن حتى الآن. وبقيت هناك لاعبة تونسية هي فاتن العودي، سنشاهدها بعد قليل. نبقى مع محمد السحرتي بالقفزة الثانية، لكن قبل القفزة الثانية نريد أن نشاهد الدرجة التي حصل عليها هذا البطل. علامته 15.2 بالعشرة، صعوبة 6.2 بالعشرة، التنفيذ كان 9.1 بالعشرة. القفزة الثانية والاستعداد للقيام بقفزة ثانية، تمناها البطل أن تكون عالية. سيد عبد المجيد راح يركز كل التركيز عشان يحاول باش يفوز بميداليته الذهبية الرابعة، وكما قلت في القفز كل شيء ممكن إذا كان أدى القفزة بدون غلط وبدون يعني مش أو سقوط، راح يكون مرشح لنهاية الميدالية. نعم، محمد السحرتي والمنافسة الكبير مع جاد مزاهر من الأردن، والقفزة الثانية مستوى عالي لهذا اللاعب المصري الكبير. القفزة الثانية من المجموعة الثالثة، وكان أدى يعني دورة أمامية بلفة ونص على المحور الطولي، وقيمتها 6.2، وأكيد راح تكون فوق ال 15. ننتظر بينه وبين جاد مزاح من سيفوز على الميدالية الذهبية. نعم. إذن على فكرة أفضل رياضي هو الرياضي اللي يحصل على أكبر عدد من الميداليات الذهبية، ستكون جائزته المالية 70,000 دولار أمريكي، وهي جائزة ذات قيمة كبيرة كأفضل رياضي في الدورة الرياضية العربية. هنا جاد مزاهري ومحمد السحرتي من مصر، والمنافسة على الميدالية الذهبية على جهاز طاولة القفز بالنسبة للرجال. يعني لو فاز بهذه الذهبية محمد السحرتي يكون له 3 ذهبيات كإنجاز فردي، وميدالية ذهبية كإنجاز جماعي، بمجموع 4 ميداليات ذهبية حتى. ينتظر درجته في القفزة الثانية، متوسط القفزتين، هل يكون صاحب أول ميدالية ذهبية هذا اليوم بالنسبة لمنافسة الجمباز أم يكون جاد مزاهر؟ إذا مركز أول، نعم هو صاحب الميدالية الذهبية. القفزة الثانية 15.250 والمتوسط 15.225.